قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن التطرف يحل أينما حلت الولايات المتحدة، مضيفا أن الحضور الأمريكي في الخليج والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية أدى إلى زعزعة أمن هذه المناطق. أتت أقوال ظريف لدى وصوله إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز. حيثما وجدت الولايات المتحدة يمكنكم رؤية زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن. اليوم في الخليج الفارسي في الشرق الأوسط نرى عدم الاستقرار هذا. في أمريكا اللاتينية يمكنكم أيضا رؤية الشيء نفسه. حيثما كانوا حاضرين هناك تطرف وضغوط. الشعب الفنزويلي يعرف كيف يعيش ويعرف كيف يتعايش دون تدخل من حكومة الولايات المتحدة. But it's